بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه بمناسبه ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي رئيس مجلس الوزراء برقيه تهنئه مماثله الى معالي السيد نذير العرباوي الوزير الاول بالجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه.